ويا هلا، اتمنى لكم يوم جميل. غرزة النهاردة سهلة جدا وبسيطة قوي، واسمها غرزة الحبل. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض غرزة جديدة تماما، اسمها غرزة لانيارد ستيتش او غرزة الحبل. يلا بينا نشتغل غرزة جديدة تصلح لحاجات تحفة. هعمل معاكم 20 سلسلة، تقدري تعملي 14، 28، ايا يكن العدد اللي انت عايزاه. هشتغل معاكم بابرة رقم 4.5 بالشكل ده كده من ظهر السلاسل. وش السلسلة اهو انا بقلبها كده وباخد من النقط البارزة اللي انتوا شايفينها دي. وش السلاسل يا جماعة بيكون اهو ظهر السلاسل، لما بنيجي نقلب كده بنلاقي فيه ظهر السلسلة زي ما انتوا شايفين كده، فبناخد ونحط معانا على الإبرة. دلوقتي بقى هنبتدي نشتغل غرزتنا. بكل بساطة بشتغل في سلسلة وبسيب سلسلة واشتغل في اللي بعدها، يعني كل مرة بسيب سلسلة ما بين كل سلسلة والتانية. طرف السلسلة اهو وبعمل فيه غرزة بسيطة، بلف لفة على الإبرة، تمام، لفة عادية خالص، وبدخل في نفس الغرزة وبسحب. كل غرزة بيكون فيها 3 سلاسل زي ما انتم شايفين. بفوت بقى غرزة واشتغل في اللي بعدها برضو غرزة بسيطة، الف لفة على الإبرة وادخل في نفس الغرزة وبسحب. بس كده، هو بس كده، مفيش اي حاجة. بسيب غرزة، اخد اللي بعدها، اعمل فيها اول حاجة غرزة بسيطة، الف على الإبرة وادخل في نفس الغرزة وبسحب. اسيب غرزة واللي بعدها وافضل كده لحد ما اخلص الصف بتاعي. اخر حاجة اهو فوتت غرزة، الغرزة اللي بعدها بسحب، بعدين الف لفة على الابرة وادخل في نفس الغرزة وبسحب تاني، وكده الصف بتاعي بيكون خلص. اكيد لا، في هنا سلسلة في الجانب واوعي تنسيها، هتعمل معاكي تناقص وشكل وحش للغرزة. بسحب السلسلتين مع بعض، تقدري تسحبي طرف واحد او تسحبي الطرفين. لو حصل ومفيش عندك ان انت اخر حاجة تاخديها بالذات هنا، تمام، ان انت تكتلي غرز كده، فروحي واعملي سلسلة زيادة، افضل من ان انت تاخدي طرف سلسلة وتشتغلي فيه وترجعي تاخدي الطرف ده في النهاية. اسحب، ارتفع سلسلة، والمرة دي بسحب كل 2 مع بعض، يعني كل تكتل الغرز ده دلوقتي هيوسع معايا. شايفين؟ كل سلسلتين مع بعض. الناس اللي مش فاهمة يعني ايه كل سلسلتين مع بعض، السلسلة اللي على الإبرة بتتحسب واحدة كمان بالشكل ده، تمام. ده صف احفظوه كويس، هنشتغله ونفضل نعيد فيه فيما بعد. الصف بقى اللي بعده على طول، ركزوا في التفاصيل. طرف الثلاث سلاسل باخدهم واحط معايا على الإبرة، ادي طرف سلسلة وادي التانية ودي التالتة. مش بخليهم معايا على الإبرة، لا، بسحب واطلع من التلاتة كلهم. ده اللي بيكون لي شكل الغرزة. طرف كل سلسلة بشوفها كده، طبعا كل سلسلة بتكون كولكت كده 3 3 3، فكل 3 كده باخدهم واسحب واطلع منهم واخلي معايا على الإبرة، تمام. طرف سلسلة، التاني، وادي التالت، اسحب واطلع من التلاتة. فين اطراف السلسلة؟ اهو الكولكت ده كده في 3، الكولكت ده في 3، وهكذا. فاهو طرف وبسحب. ممكن تلاقي دي غطسانة شوية لجوه، بالذات لو كان الخيط معاكي سميك وابرة رفيعة، فممكن تلاقي دي داخلة لجوه شوية، فاهو عشان تكوني عارفاها وتسحبي، تمام. كل 3 بطلع منهم واخلي معايا على الإبرة. آخر حاجة في الصف، بعدين أسحب واطلع من التلاتة. سلسلة أخيرة، أسحب وارتفع سلسلة، والمرة دي بقى ركزوا في طريقة السحب، مش هسحب كل 2 مع بعض. بصوا، هسحب دول كده عادي، بعدين كل مرة برفع سلسلة كده وبعدين بسحب، تمام، ارتفاع سلسلة
وبعدين اسحب وهكذا لنهاية الصف. فعليا هي دي الغرزة. تقدري تقفلي الفيديو وتكملي مع نفسك بنفس الاسلوب، ارتفاع سلسلة واسحب. لو ما ارتفعناش سلسلة الغرز دي هتضم كده وتبقى مقفولة على بعضها، وساعتها هيكون الغرزة بتاعتك باظت. ارتفع سلسلة وكل اتنين مع بعض وهكذا، تمام. دي اخر حاجة اهو. طيب هنا بقى برتفع سلسلة في بداية الصف؟ اكيد لا، بقفل على طول، لانه لو ارتفعت سلسلة انا عملت تزايد. يعني ايه تزايد؟ يعني لو انا بحرج بعمل اي قطعة ملابس هحتاج ارتفاع السلسلة ده الاساس يوديه للغرزة في ناحية تانية، وساعتها اكون انا زودت الغرزة. ولكن طالما انا بشتغل غرزة كده لكوفية مثلا او قطعة ملابس بدون اي حردات، فهي الغرزة بتكون كده، ما ينفعش ارتفع سلسلة من هنا او من هنا غير ارتفاع نهاية الصف طبعا اللي احنا عارفينه. بعدين بعمل ايه؟ ادي الغرزة بتاعتي اهي، بدخل في طرف السلسلة وبسحب زي ما شفنا في اول مرة، بعدين بلف على الابرة وادخل في نفس الطرف وبسحب. طبعا المرة دي انا مش هفوت غرز، هاخد كل الغرز اللي انا بشوفها دي، تمام. طرف السلسلة واسحب ولف على الابرة وادخل في طرف السلسلة واسحب، كل مرة كده اهو. اخر حاجة طرف السلسلة اهو، لفة وادخل في نفس الطرف وبسحب. نهاية الصف ما ننساهاش. بعدين اسحب، ارتفع سلسلة، ارتفع سلسلة وبسحب كل اتنين مع بعض زي ما انتم شايفين. برضو بتبتدي الغرزة معايا تفتح، وقت ما اعمل الصف اللي بعده الغرزة هتضم معايا. طبعا كل طرف ثلاث سلاسل، بسحب كل طرف منهم واخلي معايا على الابرة، بعدين الف واطلع من الثلاثة واخلي معايا على الابرة طرف ثلاث سلاسل، تمام. بعدين الف واطلع من الثلاثة. طبعا كمان ما ننساش نهاية الصف، وارتفاع سلسلة وبنسحب اتنين، وبعدين نرتفع سلسلة نسحب اتنين، نرتفع سلسلة نرتفع سلسلة ونسحب اتنين وهكذا لحد ما نخلص الغرزة تبعنا. طبعا ما ننساش ان هنا مش بنرتفع حاجة، بنسحب على طول الغرزة. ترى زي ما انتوا شايفين كترت شوية الغرزة، وتعالوا نقفل الغرزة بتاعتنا. من الافضل دايما ما نقفلهاش في الصف اللي فيه تكتل غرز. يعني ايه؟ يعني الصف ده مثلا انا مفروض ان انا هاخد فيه الغرزة بتاعتي والف واخد غرزة كمان، مش معقولة ان انا هقفل على المرحلة دي، لا هكمل الصف ده حتى لو انا مش محتاجاه، يا اما انزل صف افضل ليا. مروحش اجمع الغرزة بتاعتي واقفل في نفس اللحظة، لان هيكون في تكتل كتير قوي اثناء ما انا بعمل منزلقة. وحركة اخيرة، تأكيد اخير للغرزة، طرف السلسلة اهو بدخل فيه اسحب، بعدين الف على الابرة، تمام، لفة عادية خالص، بعدين بدخل في نفس الطرف وبسحب. نهاية الصف دايما مش بننساها، ارتفع سلسلة، ولما بيكون في تكتل كده بسحب كل اتنين مع بعض. وطبعا برضو واحنا بنقفل هنقفل من عند الصف ده ازاي؟ زي ما احنا عارفين بنسحب ثلاثة طرف للسلسلة، طبعا بسحب كده واطلع منهم. المرة دي بقى بصوا بالشكل ده كده، على اساس ان انا كمان اقفل الغرزة وانا بسحب الصف ده. ثلاث اطراف سلاسل، بعدين الف واطلع من الثلاثة، بعدين من الاثنين. دي اخر حاجة. بعدين على الجانب، تمام، ارتفع سلسلة واعمل بالمرة منزلقة، وارتفع سلسلة يقفل الصف.
زي ما انتم شايفين الغرزة بتاعتنا شكلها قد ايه مميز وحلوة. غرزة اللانيارد ستيتش او غرزة الحبل زي ما انتم شايفين شكلها قد ايه حلو مميزة، وكمان مش لازم تكون مفتحة. هوريكم شكلها في غرزة البطانية وهتشوفوا قد ايه هي مقفولة زي ما انتم شايفين، فتحتها خفيفة جدا وسميكة ومقفلة لان اشتغلتها بابرة رقم 4.5 برضو ومع الخيط اللي انتم شايفينه ده، فطبيعي هتديني نسيج متماسك اكتر من الغرزة في الخيط الرفيع. وزي ما انتم شايفين دي غرزة اللانيارد ستيتش او غرزة الحبل، زي ما انتم شايفين غرزة مميزة قوي وتصلح للملابس الخريفي، وكمان هنعملها في البطانية بتاعتنا. وتقدري تعمليها في ايس كاب لو مش بتحبي الايس كابات المقفلة قوي، فليها تفاصيل وشكلها مميز. غرزتنا النهاردة كده تكون خلصت. اشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم، وكل يوم غرزة جديدة. ما تنسوش تتابعوني على الفيس والانستا لو حابين، وكمان اعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وروحوا على التيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعة. رمضان كريم، مع السلامة. Bye.